أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. وصلنا بحمد الله إلى مسألة 238. لا يزال الكلام عن خيار العيب، وقلنا سابقا أن هذا الخيار شنو معناه؟ معناه حق ثابت للبائع أو المشتري، يستطيع ببركة هذا الحق أن يفسخ العقد السابق وإن كره الطرف الآخر، حتى لو الطرف الآخر يكره ولا يرضى بفسخ العقد المتقدم السابق. لكن أنا ما دام أخذت هذه السلعة وفيها عيب معين، من حقي أفسخ، أو أن البائع أخذ الثمن والثمن فيه عيب معين، من حقي أن يفسخ. سؤال: في بعض الأحيان أذهب لأشتري سلعة جديدة، بعد شرائها يتبين أن هذه السلعة التي اشتريتها أنها مستعملة. أنا اشتريت الجديد، تبين أنه شنو؟ مستعمل. هذا الفرد المستعمل، استعمال هذه السلعة، هل يكون عيب أو لا يكون عيب؟ إذا كان عيب والعرف يقول لا أي نعم عيب، هذا عيب معين، فيثبت للمشتري الخيار، من حقه يفسخ. وإذا ما يكون عيب مو من حقه يفسخ. الجواب: السيد الشهيد يقول نعم هو عيب، ومن حقه أنه شنو؟ يفسخ العقد السابق، من حقه يفسخ العقد السابق، إلا في حالة معينة، إذا أقدم على شراء هذه السلعة وهو يعلم بأنها مستعملة. بعد هنا إذا أقدم على شرائها وهو يعلم أنها مستعملة، بعد ماكو خيار العيب. إحنا جاي نفرض هذه المسألة، لو كان جاهلاً شلون هسه جهاز موبايل يدخل إلى محل معين يشتري هذا الجهاز على أنه جديد، فيتبين هو مستعمل، فمن حقه يفسخ. قال السيد الشهيد: الفرد المستعمل ولو قليلاً معيب على أي حال، ويثبت بذلك خيار العيب، ولكن لو اشتراه وهو يعلم كونه مستعملا كان صحته ترتب الأثر الغالب عليه دون باقي الآثار. زين، ويبقى تشخيص. زين، هسه أنا جيت اشتريت هذه السلعة وأنا أعلم بأنها مستعملة، هو هنا بعد أكو خيار عيب؟ هو ما قبل لا اشتريها هي مستعملة، أعرفها مستعملة، قال عمي هذا ترى مستعمل مو جديد، راح أبيعك هاي السلعة مستعملة، قلت له ماشي. فمن اشتريته تبين بها خلل معين، شلون أشخص هذا الخلل عيب أو ليس بعيب؟ يقول ترجع إلى أصحاب الخبرة للعرف، هم يشخصون هذا الخلل الموجود عيب أو ليس بعيب. شوف إيش قال: ويبقى تشخيص كونه معيبا، منو كونه؟ كون السلعة المستعملة معيبا بيد العرف وأهل الخبرة، أما السلعة الجديدة لا، واضح جدا إذا مستعملة وأنا جاهل باستعمالها فيكون عيب. المهم المسألة 239 تتكلم عن شيء يعني مو ابتلائي، الثيبوبة بالإماء وعدم الثيبوبة. شوف هذا بعد احنا شوي نعبره. يقول: اذا كان العيب موجودا في اغلب ذلك الصنف، في الاغلب مثل الثيوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان الحكم العيب فيه. واضح هسه ليش يقول هيك؟ مثلا احنا شو نقول؟ نقول هو اشترى سلعة معينة وبيها خلل معين، بس هذا الخلل
هو موجود في شلون هسه السلع الصينية شوية. خلنا نعطي مثال بالله، الآن يشتري سلعة الماركة مالتها شنو؟ صيني، فيلقى بها خلل معين، يقولوا له يابا هو شنو؟ كل الصيني الموجود بالسوق بهذا الخلل، أو لعم الأغلب من السلع الصينية بها الخلل. واضح؟ هذا مو عيب بعد، مو من حقك ترجع. لا، هذا الفرد إذا كان به خلل دون باقي الأفراد نعم يعتبر عيب. مسألة عكسية هي كذي تقول السيد. مسألة 240، مسألة مهمة جدا. أنا من أشتري سلعة معينة وطلع بها عيب، هذا العيب لابد أن يكون منقصا لمالية السلعة المشترات. يعني هسه أنا أخذت لي سلعة معينة وطلع بها عيب معين، واضح؟ هذا العيب شرط ينقص من قيمته، لو في بعض الأحيان هي بها عيب بس ما ينقص من قيمته. ليش ما ينقص؟ لأن موجود مثلا في هذه السلعة وفي بعض السلع، يقول مو شرط ينقص من قيمته المالية، مو شرط. شو هذا المثال؟ شو ذكركم بيمن العبد سابقا اللي ضرب بي مثال سيد الشهيد، قال اشتريت عبد معين سابقا من سوق النخاسين ولقيته انه شنو هذا العبد؟ على سبيل المثال العبد الخصيب مثل ما ضرب بي. مو هذا ما ينقص القيمة، هو عيب لكن ما ينقص القيمة السوقية لي. واضح؟ يقول هم يبقى خيار العيب ثابت ومن حقك الفسخ حتى لو ما نقص سلع نعم سعر السلع، بل المدار سوقه العرفي. يعني المهم يثبت اكو عيب، سواء انقص من قيمة السلعة او لم ينقص من قيمة السلعة، سوقيا انت الى خيار العيب ولك حق الفسخ. نعم لا يثبت القرش. ليش القرش ما يثبت؟ لان اذا ما ينقص من قيمة السلعة سوقيا، بعد اكو فارق ما بين الصحيح السليم والمعيب؟ ما اكو فارق. شلون اخذ القرش؟ وين اكو قرش حتى اخذ؟ نعم لا يثبت القرش اذا لم تكن كذلك كما تقدم. كذلك يعني شنو؟ اذا لم تكن كذلك، اذا لم يكن العيب منقصا للقيمة السوقية. هذا قصده هيك، يعني هذا قصده بالمسألة. مسألة 241، كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض. يعني هو شنو عده؟ عده سلعة باحة إلي. احنا قلنا العقد بمرتبتين، مرتبة التلفظ والاتفاق، يقول لي أبيعك هذه السلعة ب5000 دينار عراقي، المشتري يقول نعم قبلته رضيت جزاك الله خير، هاي مرتبة الاتفاق بالبداية اتفقون. أكو مرحلة ثانية هي مرحلة التسليم، فهو من باحة في بعض الأحيان السلعة ما بيها عيب حال العقد، قال له باكر تعال خذها أو بعد 3 أيام تعال خذها. واضح؟ قبل لا يسلمها البائع إلى المشتري طلع بها عيب معين، ظهر العيب. يمتى ظهر العيب؟ إن وجد العيب في السلعة بعد العقد قبل التسليم، حال العقد ما بها عيب. شون هسه هو يبيع لي على سبيل المثال بقرة معينة، قال له باشر تعال اتفقنا هاي 1.25 مليون 1.5 مليون، اتفقنا خلاص، قال له باشر تجيب بي كم تاخذها؟ قبل لا يسلمها انكسر شنو؟ رجلها، انعمت عينها، تمرضت كذا. واضح؟ فهنا هذا يعتبر عيب. قال كذلك كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده يعني بعد العقد قبل القبض. فمن حق المشتري يفسخ العقد السابق، لأن خيار الفسخ بعد بيد من؟ بيد المشتري. فيجوز رد العين به. زين يقدر ياخذ القرش لو ما يقدر؟ القرش يعني شنو؟ يعني الفارق. قال وفي جواز اخذ القرش به
بمن؟ بالعيب الحادث بعد العقد قبل القبض قبل التسليم. قولان الفقهاء على قولهم، قسم يقولون يقدر ياخذ الأرش، وقسم يقولون لا ما يقدر. أظهرهما الجواز، يعني جواز أخذ الأرش. قال في صورة وجود نعم التفريط من قبل البائع. يعني هسه شلون التفريط؟ التفريط على سبيل المثال، شايف بعض الأراضي بالكوت القريبة على إيران من الجسيل، شنو سوى؟ كرف الألغام وين وداها؟ إلى بعض الأراضي. هو همل البقر، عندهم أراضي سليمة وعندهم أراضي بها ألغام، خلى البقرة وين تروح؟ الأراضي بها هملها، هملها لا ربطها ولا أنه شنو شدها بحبل وكذا، ولا خلاها بغرف، وإنما هملها راحت وين الأراضي بها ألغام، انقطعت رجل. فهنا هذا عيب، ما دام العيب حاصل بتفريط من قبل البائع، يستطيع المشتري أن يفسخ العقد السابق، ويستطيع المشتري أيضا أن يأخذ القرش. يعني الفرق ما بين السلعة المبيعة الصحيحة أو المعيبة. قال قولان أظهرهما الجواز في صورة وجود التفريط، هو إهمال التسامع من قبل البائع وعدمه، مع عدمه شنو وعدمه؟ إذا حصل العيب بعد العقد قبل التسليم، بعد العقد وقبل التسليم حصل العيب، لكن العيب حصل مو بسبب تفريط، مو بسبب تفريط البائع، بدون تفريط هم خليه مكان أمين وما شاكل ذلك، حصل قتال ما بين عشيرتين، اجت قاذفة وقعت يمه وقطعت رجله، مو هسه مو بتفريط من عده. واضح؟ ايش يقولون هنا؟ يقولون مو من حقه ياخذ الأرش بهاي الصورة. وأما إذا كان العيب بفعل المشتري فلا أثر له. طبعا إذا المشتري أخذ السلعة المبيعة والعيب حصل وين؟ بسبب من؟ بسبب المشتري. فشي نقول للمشتري؟ نقول له لا تقدر، هنا ما إلى أثر بعد العيب، لا تقدر ترجع السلعة ولا تقدر تأخذ الأرش. قال يثبت خيار العيب في الجنون والجدام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقيد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء. هذا من يقول الجنون، سابقا كان يبيعون شنو؟ كان يبيعون العبيد، واضح؟ ويبيعون الإماء، فيحصل شنو؟ أي لا، يبيعون بشر بسوق النخاسي، فيشتري يقول منا إلى سنة كاملة، إذا حصل عدة جنون من حقه يرجع، منا إلى سنة كاملة، إذا حصل بجذام برص قرن، قرن العظمة اللي فرج المرأة الأمة، إذا حصل هيجي إلى سنة كاملة من حقه أنه شنو؟ من حقه يرجع. ضمان يطيب. يثبت خيار العيب في الجنون والجذام. الجذام هو مرض واضح جلدي بعد، والبرص مرض جلدي، والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة. زين، كيفية أخذ الأرش؟ بهاي مسألة أعتقد هي آخر مسألة من مسائل كتاب البيع، إن شاء الله هنأجلها الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.